السلام عليكم شباب بنات مصر والوطن العربي، معكم محمد السرنكاوي. النهارده في حالتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين لتقريب الستر المتباعد. قبل اي حاجه عشان احنا بتاعتين دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده. ويلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول وبقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي احنا هنعملها مع بعض واللي انا حاطط عليكم ان شاء الله فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تقريب الستر المتباعد اللي معظم البنات ومعظم الشهادات بيعانوا من المشكله دي. وكمان لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر عن منطقه الستر، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو، هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي انا حاطه عليكم، يعني بصوا هو مش صعب بس بيعتمد على حركتين، محتاج تركيز وهدوء اعصاب. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عده. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما في الحركه نفسها عن التمرين الاول، ولكن الهدف واحد والاستهداف واحد والفايده واحده. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا.
بريم. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني دلوقتي هنعمل مع بعض وهعرض عليكم التمرين الثالث. التمرين الثالث برضه مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا هعرض عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما برضو عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، وهنعمل التمرين ده بس اهم حاجه هدوء اعصاب وتركيز علشان توصلوا النتيجه اللي انتوا عايزينها في وقت قصير جدا. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عده. يلا بينا.
فريق. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا شو ما احنا بتاعتين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت على بكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.